ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، ولا يزال لدينا الكثير من الأخبار. أهلا بك مرة أخرى ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمود الشناوي. أبدأ معك الجزء الثاني من هذه الحلقة بما كتب في الصحف حول الاتفاق النووي الإيراني، وهو طبعا اتفاق إطاري. اعتبرت مجلة فورين بوليسي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما استطاع تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل، أي تقارب بين واشنطن وطهران. استعرضت المجلة محاولات لرؤساء أمريكيين سابقين باءت بالفشل، بدءا بجيمي كارتر، مرورا برونالد ريغان وجورج بوش الأب وبيل كلينتون، وانتهاءا بجورج بوش الابن. لكن مجلة فورين أفيرز أعربت عن شكوك تساورها حول مدى التزام إيران بنود الاتفاق وقدرة الغرب على التصرف في تلك الحالة. فالاتفاق ينص على عودة العقوبات إذا خرقت طهران البنود، لكن ليس هناك من دليل على أن هذه الطريقة ستكون مجدية. علقت صحيفة نيويورك تايمز على اتصال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاهل السعودي في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران. الملك سلمان أعرب عن تمنياته بأن يتيح الاتفاق الاستقرار في المنطقة، لكن الأمور ليست على تلك الدرجة من التناغم. تقول الصحيفة الأمريكية إن هذا الهدوء الخليجي لا يمكن أن يعني سوى شيء آخر، وهو أن الدول العربية ماضية في محاربة التوسع الإيراني مع أو بدون واشنطن. صحيفة الأهرام في افتتاحية لها تساءلت إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية حرصت على الحصول على ضمانات تخدم مصالحها، فإن السؤال المطروح حاليا هو ما الضمانات التي قدمتها إيران للدول العربية، ولماذا لم تشارك هذه الدول في المفاوضات؟ فيما اعتبرت صحيفة الرياض أن المملكة يحق لها تخصيب اليورانيوم لضمان أمنها وسيادتها في مقابل التهديد النووي الذي تشكله إيران، ليس فقط بسبب سعيها للحصول على تقنية نووية بل بسبب ممارساتها العدائية في المنطقة. وإلى الصحافة البريطانية التي اهتمت بالموضوع نفسه، روبرت فيسك في The Independent يرى أن الاتفاق يعيد إيران إلى دور لعبته قبل 36 عاما كشرطي حصري للمنطقة تحت إشراف أمريكي كما كانت في عهد الشاه. يديعوت أحرنوت من جانبها دعت إلى مقاربة مختلفة. العالم كله يعرف أن إسرائيل ليست راضية بالاتفاق، لكن حان الوقت لكي تتوقف تل أبيب عن المطالبة والتنديد. فلم يعد متبقيا أمام نتنياهو إلا الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للإطاحة بالاتفاق، وهو خيار غير مأمون العواقب. لو قارنا بين الصحف الأمريكية في تناولها لمسألة الاتفاق النووي الإطاري، سوف نجد أنه مثلا نيويورك تايمز باركت هذا الاتفاق، واشنطن بوست انتقدت هذا الاتفاق بشكل كبير. هل يعكس هذا التباين انقساما موجودا وحاصلا في دوائر الأوساط السياسية والصحفية الأمريكية؟ بالطبيعة يعني الرأي الأمريكي ليس واحدا في كل الأحيان، ولا أقول معظمها. هناك بالتأكيد تفاوت وتباين كبير بين مراكز صنع القرار حتى في الداخل الأمريكي، بدءا من البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون حتى له وزارة الدفاع. فهذا أمر طبيعي، ولكن دعنا نقول أن هذا أنا لا أنظر إليه على أنه تباين، وإنما توزيع أدوار داخل الإدارة الأمريكية، والجميع يعزف نغمة واحدة ولكن كل منهم بآلته، ولكن في النهاية الهدف واحد والمبدأ واحد. ما هو هذا الهدف؟ هذا الهدف وهذا المبدأ أن إيران صديق قوي جدا، ولكنه له مصالحه الخاصة التي ربما تتعارض مع أمريكا في بعض الأوقات، ولكن يمكن التفاهم بشأنها. مخطئ من يظن، أنا طبعا ضد ما قاله روبرت فيسك أن إيران سوف تعود للعب دور الشرطي. الأمر يختلف كثيرا. كان الشاه في عهد الشاه بالفعل كانت إيران تقوم بدور الشرطي وفقا لما تريده أمريكا ويريده الغرب، أما الآن تقوم بدور الشرطي والجندي وفق ما تريده طهران وليس وفق ما تريده أمريكا. طيب نفس الاختلاف أيضا نراه في تصريحات مرشح رئاسة المحتملين. يعني مثلا هيلاري كلينتون قالت أن هذا الاتفاق هو فرصة إيجابية وفرصة جيدة. جيب بوش عن الفريق الجمهوري قال أنه ليس هناك من مبرر أصلا لرفع العقوبات عن إيران، وهو بذلك ينتقد البنود التي تضمنها الاتفاق من البداية. هل تحول هذا الانقسام هنا أو هذا التباين كما تحدثنا عنه إلى ربما معركة أخرى انتخابية يسعى كل طرف فيها للحصول على نقاط إضافية والتقدم على الفريق الآخر؟ هي معركة للشارع، للاستهلاك الإعلامي كما نقول نحن. أما في الداخل الأمريكي وعندما يجلس أي منهم على مقعد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، فالهدف واحد والسياسة واحدة والاستراتيجية واحدة، وهي أن إيران حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت كل
التجارب ذلك، سواء في العراق، سواء في تغليب الرأي الإيراني في سوريا، سواء فيما يجري الآن في اليمن. من الذي ترك الحوثيين يتمددون بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يقدمون خطوة ويؤخرون الأخرى؟ نعم، اليمن سوف يكون فقرة لاحقة يعني، لكن نعم. بالحديث عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنا أتحدث لك عن بانوراما كاملة في المواقف صحيح. الأمريكية مع إيران. طيب يعني بالحديث عن أوباما، مجلة ذويك أفردت تغطية كبيرة لمسألة الاتفاق النووي الإيراني، وبدأ في هذه التغطية أنها تنتقد هذا الاتفاق، حتى أنه جاء في العدد الخاص بها صورة تستدعي التأمل. هذه الصورة يعني يظهر بها أقطاب العالم الإسلامي والعربي وهم يتصارعون، فيما أوباما على الجانب الآخر يجلس في يسار الصورة غير مكترث ولا مبالي بما يحدث. يشرب نسكافيه كمان. صحيح. إذا رأيت هذه الصورة، ما رأيك؟ بالتأكيد بالتأكيد طبعا، وأنا متفق تماما مع هذه الرؤية. أمريكا بالتأكيد إذا كانت تعتبر إيران حليفا قويا، فتعتبر أيضا الخليج حليفا قويا، ولكن لكل منهم الدور المنوط به، وهي أقرب إلى طهران منها إلى أي عاصمة خليجية أو عربية أخرى. بالتأكيد ما يهم أمريكا أن تبقى دائما هي المسيطرة على المشهد الدولي، وما يحدث الآن هو محاولة جر العالم العربي والإسلامي بشكل عام إلى حرب طويلة الأمد تكون مبنية على أساس طائفي عقائدي، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لاستمرار النار مستعرة. فشلت في أن تحول هذا الأمر إلى حرب سنية شيعية في سوريا بانهيار نظام الإخوان المسلمين في مصر، وكلنا يذكر خطاب محمد مرسي الذي دعا إلى جهاد مقدس في سوريا لقتال النظام الشيعي. الآن تحاول إحياء ذلك في اليمن، وهو محاولة لإعادة إنتاج الوضع العراقي ولكن بشكل أوسع. جربت أمريكا كل الوسائل لتفتيت العراق، لم تنجح إلا الطائفية التي يعاد إنتاجها يوما بعد آخر، وأمريكا تريد ذلك في النهاية. وأنا من هنا من هذا المنبر المحترم أدعو ألا نكون وقودا لتلك النار، وألا نكون ترسا في مكينة الدمار الأمريكية للمجتمع، أن توضع الأمور في نصابها الصحيح. الخلاف هنا هو سياسي وليس طائفي. نعم، يعني كلما تطرقنا للدور الإيراني في المنطقة يصبح لزاما علينا أن نتحدث عن ما يحدث في اليمن. في تطور لافت، نشرت صحيفة القبس الكويتية تؤكد أن أسطولا صينيا بحريا متوجه إلى خليج عدن لحمايته. الأسطول مجهز بمروحيتين ومزود بعشرات من الجنود العمليات الخاصة وأكثر من 800 ضابط وجندي. أعلنت المملكة العربية السعودية بحسب صحيفة المشهد اليمني مقتل جنديين من حرس الحدود بإطلاق نار كثيف من اليمن، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 3 جنود. صحيفة الوطن رصدت تعرض مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن لعمليات سلب ونهب طالت المؤسسات التجارية ومكاتب الوزارات والبنك المركزي بعد أن هاجم مسلح تنظيم القاعدة السجن المركزي بالمدينة. المخاوف من سيطرة تنظيم القاعدة تأتي على رأس أولويات مجلس الأمن في اجتماعه المقرر اليوم، في محاولة للتوصل إلى مشروع قرار يهدف إلى وقف الغارات الجوية حفاظا على المدنيين في اليمن، وذلك بحسب صحيفة The Australian. في العاصمة السعودية اجتماع آخر بحسب صحيفة الرياض، هذا الاجتماع ينعقد اليوم ويضم رؤساء الأركان العامة لبعض دول التحالف المشاركة في العمليات بهدف استعراض تطورات عاصفة الحزم ونتائجها حتى اللحظة. طيب أبدأ معك بالخبر الأول. صحيفة القبس ذكرت أن هناك أسطول صيني يتوجه إلى خليج عدن، السبب المعلن هو محاربة القرصنة والإرهاب، هل ترى من كواليس أخرى؟ يعني هذه المنطقة منطقة التقاء دولي والجميع يحرص على أمنها، لأنها معبر من أهم المعابر في العالم، وتصور أن كل مجموعة سواء مثلث روسيا الصين إيران أو مثلث أمريكا الغرب الخليج، أتصور أن كل هذه القوى تسعى لأن يكون لها حضور، ربما تسوء الأوضاع، ربما يكون مطلوب التدخل في وقت بعينه. المهم هو حماية. لهذا أنا ضد مسألة أن أمن باب المندب معرض للخطر، لا أتصور ذلك أبدا، ولن تقدم إيران على هذه الحماقة رغم كل ما تقدمه للحوثيين من لكن هناك دلالات تصعيدية إيرانية، هناك دلالات تصعيدية إيرانية ولكن ليس باتجاه باب المندب، وربما تكون ورقة مثلما كانت تهدد بورقة خليج عدن. لا ليس خليج عدن، في الخليج العربي هرمز، مضيق هرمز، مضيق هرمز. ربما هي إيران دائما تحب وتجيد
ممارسة سياسة عض الإصبع، الضغط، سياسة حافة الهوية، أن تصلك الحافة الهوية، ولكن هي تسير باتجاه آخر، ولكن تستخدم سياسة حافة الهوية لتكريس انتصاراتها أو حضورها في ملفها. هل تعتقد أن هذه السياسة ربما استفادت منها إيران في مفاوضات النووي؟ في كل شيء. إيران الآن رغم كل من يعارضني سواء هنا أو في الخارج أن إيران أصبحت بالفعل رقم صعب في المعادلة الدولية والرقم الأصعب في المعادلة الإقليمية، وأصبحت قوة لا يستهان فيها ولا ويجب. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة، أننا حتى الآن نتحدث عن إيران، إيران الإمبراطورية الفارسية، ولا توجد أي استراتيجية منظمة لدى الدول العربية للتعامل مع إيران. هل هي عدو كامل أم صديق أم عدو يحتمل الصداقة أم صديق يحتمل العداء؟ لا توجد لدينا كعرب استراتيجية. أرجو أن يكون اجتماع اليوم في الرياض نواة لأن يكون هناك استراتيجية شاملة وواضحة ومحددة الأهداف والمعالم للتعامل مع إيران. قبل أن نتحدث عن هذا الاجتماع، يعني في نفس النقطة التي تحدثت فيها عن فكرة الاستراتيجية العربية لمواجهة إيران، كان هناك مقال لأنور الهواري في صحيفة المصري اليوم يتحدث فيه عن تأخر رد الفعل العربي باستمرار، حتى أنه وصف ما يحدث حاليا باتفاقية سايكس بيكو الثانية. هل تعتقد أنه هذا الرأي قد يكون صحيح؟ قرأت المقال ويعني ربما اختلف مع صديقي الأستاذ أنور بعض الشيء، ولكن الكثير من المعطيات أتفق معه فيها، أن بالفعل ما جرى من اتفاق نووي لا يعرف أحد حقيقة ما جرى فيه. الجميع يعتبر نفسه منتصر، إيران تعتبر نفسها منتصرة، الغرب يعتبر نفسه منتصر، أمريكا تعتبر نفسها منتصرة. كل ما جرى في هذا الاتفاق يلوح ويؤكد أن هناك اتفاق آخر، ورقة أخرى تلعب بها إيران لصالحها ويلعب بها الغرب لصالحه. ربما تكون إعادة تقسيم الوطن العربي على أساس سايكس بيكو الثانية ربما تكون أحد هذه الأوراق، ولكن لا أتصور أنها كل الأوراق. هو الحقيقة أنه طوال الأشهر الماضية الاهتمام الإعلامي انصاب على فكرة ما إذا كان هذا الاتفاق سوف يبرم أم لا، وما إذا كان هذا الاتفاق جيد أم لا، وتحدث الكثيرون عن مسألة الجوانب التقنية. ربما حان الوقت لكي نطرح سؤالا آخر، ما هي البنود السياسية الحقيقية من وراء هذا الاتفاق؟ لا أحد يستطيع أن يجيبك على هذا السؤال. ربما معالن هو بنود تقنية تعطي لإيران مساحة واسعة جدا لالتقاط الأنفاس، وتعطي الغرب مساحة أيضا لإعادة وزن الأمور مع إيران، ولكن لا أحد يستطيع ما هو الجزم بما هو الهدف السياسي من هذا الاتفاق. ولكن دعينا نؤكد على حقيقة واحدة، أن بالتأكيد هناك اتفاق غربي إيراني على هذه المنطقة. طيب أعود بك أيضا إلى اليمن مرة أخرى لأنه لم يتبق معي الكثير من الوقت. المعارك يبدو أنها تتطور يوما بعد الآخر، خاصة بعد الخبر الأخير الذي قرأناه عن مقتل عنصرين من حرس الحدود على الحدود السعودية. هل تتوقع أن تسفر كل هذه التطورات عن ربما تدخل بري عسكري محتمل؟ لا لا لا، سيكون حماقة سيدفع الوطن العربي كله ثمنها. لا أتصور أن يكون هناك تدخل بدني، ولكن دعني أقول لك وأؤكد أيضا أنه لا حسم عسكري لما يجري، ويجب الجلوس إلى مائدة المفاوضات بأوراق جديدة وبتفاصيل جديدة وبطريقة جديدة للتعامل مع هذا الخطر الداهم علينا جميعا. إذن ماذا تتوقع أن يسفر عنه اجتماع الرياض إذن اليوم؟ أتصور أنها ستكون هناك استراتيجية لتحديد طريقة التعامل ومدى التدخل العسكري وحدود الخيارات وسقف الخيارات التي يمكن أن تتاح للعسكريين، والمساحة الباقية سوف تبقى للسياسيين لإعادة النظر في الموضوع. نعم، وسوف تسفر الأيام القادمة عن محتوى هذا الاجتماع. السيناريوهات مفتوحة على كل احتمال. صحيح. الكاتب والصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ محمود الشناوي، أشكرك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة ووجودك معنا اليوم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من الصفحة الأولى. غدا حلقة جديدة وإصدارات صحفية متنوعة ومتجددة. أشكركم على حسن المتابعة. أنا هبة جلال، إلى اللقاء.